ألهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693 ملياراً و 987 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 10701 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة. كما هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها 66 قرشا للشراء، 15 جنيها 75 قرشا للبيع. نتحول إلى اليورو والذي سجل اليوم 17 جنيها 3 قروش للشراء، 17 جنيها 14 قرشا للبيع. كما وصل سعر الإسترليني اليوم إلى 20 جنيها 66 قرشا للشراء و20 جنيها و79 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات 26 قرشا للشراء، 4 جنيهات 29 قرشا للبيع. ووصل سعر الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء، 4 جنيهات و20 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1990 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 742 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 نحو 865 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 989 جنيها للجرام. ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6920 جنيها.